700 طالب وطالبة في الرصافة وأكثر من هذا العدد في الكرخ يعيشون صدمة كبرى بعد أيام من إعلان نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي بعد تصفيرهم في أكثر من مادة امتحانية بينهم طلبة من مدارس المتميزين، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات انتحار لطلبة في مناطق متفرقة من العراق. أولا هي الابنة المتميزة من الأول ابتدائي، هاي نتيجة مال التسريح طلعت الأولى على العراق، هاي نور أحمد حميد هاي نتيجتها مال الخامس إعدادي كانت بالمتميزات، هاي مال الكورس الأول هاي مال الكورس الثاني هي الأولى على المدرسة، هاي نتائجها مال السنين كلها، هاي التسعينات هاي هي معفية وكل الدروس هي بالمتميزات، طلعها صفارة كل درس تاخذ بي 100 يحطولها صفر وأنا بنتي متقصديها. الناشد السيد وزير التربية المحترم أني يحقق من هالموضوع بنفسه ويشوف، واحنا اذا وزاره التربيه ما يعني حققت لنا شيء نروح نلجا الى السيد رئيس الوزراء. وزاره التربيه اعتمدت اليات عديده لاستلام الطلبات والشكاوى التي تقدم بها ذوو طلبه السادس الاعدادي واخذ جميع الاعتراضات بنظر الاعتبار. ومن حق اي واحد يقدم هذا الاعتراض اذا يشعر انه هو فعلا مغبون بهذه الدرجه. وزارة التربية خلال أسبوع راح تقدم كل الإيضاحات من خلال يعني جمع الدرجات وأيضا من خلال لجان متخصصة لفحص الدفاتر وإعطاء النتائج خلال أسبوع. للشرقية نيوز خطاب عادل بغداد.